Docteur. Pourquoi ? Parce que mon oncle est docteur et j'aime bien opérer les yeux. Vétérinaire. Pourquoi ? Parce que j'aime les animaux. Je voudrais être professeur de français. Prof de maths. Sage-femme. Sage-femme ? Oui, parce que j'aime les bébés. Avocate. Avocate ? Et pourquoi ? Parce que j'aime la justice. صوت الطيارة كيف صوت الطيارة معلش تحاول ما تبكيش خي صوت الطيارة كيف صوت الطيارة معلش تحاول ما تبكيش خي صوت الطيارة كيف صوت الطيارة معلش تحاول ما تبكيش خي صوت الطيارة كيف صوت الطيارة معلش تحاول ما تبكيش خي صوت الطيارة كيف صوت الطيارة معلش تحاول ما تبكيش خي صوت الطيارة كيف صوت الطيارة معلش تحاول ما تبكيش خي صوت الطيارة كيف صوت الطيارة معلش تحاول ما تبكيش خي صوت الطيارة كيف صوت الطيارة معلش تحاول ما تبكيش خي صوت الطيارة كيف صوت الطيارة معلش تحاول ما تبكيش خي صوت الطيارة كيف صوت الطيارة معلش تحاول ما تبكيش خي صوت الطيارة كيف صوت الطي